البداية مشاهدينا من الدستور وعنوان الرئيس السيسي: الدولة اتخذت خطوات لإصلاح الموقف الاقتصادي بشكل حاسم. من أخبار اليوم عنوان الرئيس السيسي: خطوات مهمة لتحسين وإصلاح الموقف الاقتصادي. من الوطن الرئيس السيسي: اتخذنا إجراءات لتحسين الموقف الاقتصادي وإصلاحه بشكل نهائي. سيد محمد، شايف حضرتك هذه التصريحات للسيد الرئيس في الملف الاقتصادي يوم أمس خلال لقائه مع الطلبة، وأهم الرسائل اللي كانت موجودة فيه؟ يعني الرئيس بالأمس كان في أكاديمية الشرطة، وقبلها كان في الأكاديمية العسكرية، وكانت لفتة طيبة منه أنه يعني سواء حضور الإفطار مع طلبة الكليات العسكرية، ثم زيارة مهمة جدا إلى أكاديمية الشرطة والاطلاع على التدريبات، ويعني إطلاع الطلاب حتى على الأحوال الداخلية والأوضاع الإقليمية وموقف مصر منها. وده يعني بيثبت عند الطلبة إنهم إزاي يبقوا فاهمين إن الدولة بتفكر إزاي والقيادة السياسية بتفكر إزاي، عشان خاطر حتى لما يبقوا يباشروا عملهم يبقى عندهم الوعي الكافي. بالأمس كانت تصريحات الرئيس في المحور الاقتصادي والشأن الداخلي تصريحات مهمة جدا، وتكلم عن أنه الأربع سنوات اللي فاتت تعرضنا لتحديات كثيرة جدا، وطبعا لا يخفى على أحد جائحة كورونا عملت إيه، الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم الطمة الكبرى وهي الكارثة التي تحدث في غزة الآن. لكن الرئيس تحدث بشيء من التفاؤل الكبير وهو يتحدث مع الطلبة بالأمس، وهو يقول إننا يعني على الطريق الصحيح ونعمل على تصويب الاقتصاد وتحسين، وبالتالي حتى خلاص يعني في اتفاق مع صندوق النقد الدولي، هناك دعم من البنك الدولي والشركاء الأوروبيين، وبالتالي أيضا الإجراءات التي اتخذتها مصر أصبحنا نسير على الطريق الصحيح بعد طبعا سنوات من التحديات الكبيرة، فكان لازم يبقى في إجراءات اقتصادية قاسية. فبالتالي كانت رسالة مبهجة وتؤكد على تفاؤل، زائد أنه تحدث عن أنه ما فيش أزمة في السلع دلوقتي الحمد لله، بعد كمان ما تم الإفراج عن الحاجات اللي في الموجودة في الموانئ وما زال يتم الإفراج عنها بالفعل. طيب، ده كان في الشأن الداخلي. هناك أيضا تحدث سيادة الرئيس عن الشأن الخارجي، ده تناولته اليوم السابع تحت عنوان الرئيس السيسي: الحرب على غزة تجاوزت 5 أشهر من العنف وقتل المدنيين وتدمير العمود الفقري للقطاع. مجلة روزا اليوسف أيضا هنقرأ منها هذا العنوان: الرئيس السيسي: مصر تحذر من المخطط الإسرائيلي لشن عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. رؤية حضرتك للتحذيرات التي ذكرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من استمرار الوضع الحالي في غزة وتداعياته الخطيرة على المنطقة بل على العالم ككل. يعني الرئيس السيسي من أول ما جاء للحكم وهو تقديراته دائما ما تكون صائبة، يعني حتى الدول اللي كانت بترفض مثل هذه التقديرات بقت تلجأ لمصر وتستمع إلى تقديرات الرئيس السيسي بشأن هذه الأشياء. الرئيس السيسي تحدث كلمة مهمة جدا بالأمس، وقال إنه حوالي أكتر إحنا 5 شهور النهاردة من القتل والتخريب والتدمير، تدمير العمود الفقري وهي المنشآت الحكومية وغير الحكومية والمنشآت الخدمية، وبالتالي الإسرائيل بتعمل على إن العودة للفلسطينيين إلى غزة تكون مستحيلة، وده اللي مصر تفتق زينها ليه مبكرا جدا، وتحدثت عن موضوع التهجير القسري عشان ما يبقاش فيه حياة في غزة. والرئيس حذر من هذا الأمر، قال إنه أكثر من 30,000 شهيد وأكثر من 70,000 مصاب، من أغلبهم ثلثاهم من الأطفال والنساء من المدنيين أيضا، لكن عزاؤنا الوحيد، وخلي بالك من الكلمة دي جدا، أن كل ما يحدث الآن هو إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وده بيؤكد على رؤية مصر المستقبلية، إنه فعلا يعني الشعوب كلها ضحت من أجل إنهاء الاحتلال وإنهاء الاستعمار والحصول على استقلالها والحصول على أرضها وعودتها، وبالتالي إذا كانت الأثمان الباهظة اللي دفعها الشعب الفلسطيني هتكون هي إقامة الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، ده ممكن يقال. غير كده يبقى إحنا بنتفاوض وبنتكلم في يعني موائد المفاوضات
ملوش اي لازمه. وبالتالي كان تاكيد الرئيس السيسي على انه ضروره انهاء هذه الحرب، وحذر ولا زال يحذر من ان اتساع نطاق الحرب وان عمليه عسكريه في رفح الفلسطينيه ستؤدي الى يعني عدم استقرار المنطقه. طيب يعني هو العالم كله زي ما حضرتك ذكرت وزي ما ذكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم امس اصبح مدركا لانه الحل الوحيد لاستقرار الاوضاع هو حل الدولتين. بالحديث عن الحرب ومن قبل حتى الدخول في يعني رفح الفلسطينيه، وان شاء الله لن يحدث هذا الامر، ولكن ما زالت المجازر الاسرائيليه مستمره وتناولتها جريده الوطن تحت هذا العنوان: حرب الاباده، الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طوابير الجوع في غزة أثناء انتظار المساعدات. من اليوم السابع أيضا هنقرأ: 149 شهيدا في 13 مجزرة إسرائيلية ضد العائلات بغزة خلال 24 ساعة. هذه المجازر اللي بيرتكبها الاحتلال في غزة هل من نهاية لها يا أستاذ محمد؟ يعني خلينا نقول الاحتلال بلا قلب وبلا عقل، ويعني الاحتلال اصلا غير شرعي وقائم على يعني، فاتوقع منه اي شيء. موضوع انه تنتهي هذه المجازر، طب مين هيحاسبهم على اللي فات؟ ومين يعني؟ لا اعتقد ان الاحتلال الاسرائيلي يمكن ان يكون لديه قلب وعقل ان يفكر، رغم ان الضغوط بتتزايد عليه حتى من الدول اللي كانت مؤيده ليه وبتدعمه، لكن انهم يعني كشفوا امام العالم، فضح امرهم امام العالم، وبالتالي اللي بيعملوه ده هو رد فعل لكل انكشافهم وكل المخططات اللي كانوا عايزين يعملوها من وراء ستار، لكن كشفوا، وبالتالي هم ما عندهمش حاجة يبكوا عليها، فبيقتلوا وبيخربوا وماشيين. يعني إسرائيل أصبحت يعني آسف اللفظ يعني كلب مسعور في المنطقة، ولكن لن يصد ولن يرد إلا بقوة ردع حقيقية. ما حدث في 7 أكتوبر كان فشل ذريع لأجهزة استخبارات الإسرائيلية وللجيش الإسرائيلي، وبالتالي هم يحاولون أن يعيدوا الصورة الذهنية التي تتحدث عن الجيش الذي لا يقهر والجيش طبعا احنا قهرناهم في 6 أكتوبر 73 طبعا والقوات المسلحه يعني افرجت عن مواد فيلميه وعندها الكثير اللي تقدر تفرج عنه، بيؤكد على ان يعني الجيش المصري جيش قوي. لكن انا بقول ان اسرائيل عايزه تعيد الصوره الذهنيه لديها ان هي بتخوف كل الموجودين في المنطقه، وان هي ما حدش يقدر الدول الطامعه ان هي تنهي هذا الاحتلال. لكن انا اعتقد ان هي خسرت كثير جدا. طبعا الجانب الفلسطيني خسر كثير من القتلى والشهداء، لكن هي خسرت كثير جدا، وكل ما بتحاول تزود والعالم لم يعد يتعاطف مع الكيان الاسرائيلي بالتاكيد، وبالتالي هم اكبر الخاسرين في استمرار هذه المجازر وهذه الحرب الوحشيه، حرب الاباده. يا استاذ محمد، ننتقل مع حضرتك للشان الداخلي، لان هناك عدد من العناوين في هذا الشان. هنقرا من جريده الدستور عنوان: سند الناس 1,800,000,000 جنيه من تحالف العمل الأهلي لـ20 مليون مستفيد في رمضان. كيف ترى نشاط التحالف وأهمية هذا التحالف، وإزاي تحول أو زادت الأعداد بشكل كبير جدا من المستفيدين من الأسر الأكثر احتياجا بعد أن أصبح يعمل تحت مظلة جماعية؟ هو ده للفعل، خلينا نشيد بدور المجتمع المدني ودور التحالف اللي للأمانة منذ اليوم الأول يعني لهذا التحالف، وهو يعمل في كل بقعة من بقاع مصر جنبا إلى جنب مع الحكومة، يعني لتعويض الناس ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة. احنا بنتكلم في 2 مليار جنيه في شهر رمضان، بنتكلم ما بين سلع، ما بين معارض للأسعار مخفضة، موائد رحمن، ملابس للأعياد، كراتين رمضان في القرى الأكثر احتياجا. فهو مجهود كبير جدا، ويعني إدخال البهجة والفرحة والسرور على الناس في رمضان ده دورنا كلنا، دور القطاع الخاص، دور رجال الأعمال الوطنيين، دور طبعا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جنبا إلى جنب مع الدور اللي بتقوم به الحكومة. فطبعا دور مقدر جدا، وبيؤكد على نجاح هذه المنظومة، وإنه
يعني احنا كلنا يعني بنبني البلد، بنساعد الناس، فبالتالي كانت لفتة طيبة جدا، وانه يكثف هذا العمل خلال شهر رمضان المبارك. بالتأكيد، وكمان بيبقى في اطمئنان كبير عند الجموع المصريين، اي حد عايز ان هو يساعد او يتبرع او حتى طبعا يتبرع من خلال وقته ومجهوده في جهة يعني واحدة مضمونة ومنظمة يعني بنتكلم عن مجموعة توحيد طبعا الوطني للعمل الاهلي. طبعا الناس كان الاول كانت بتبقى تايهة مش عارفة مين يستحق ومين، لكن انت عندك دلوقتي كيان عنده البيانات، عنده كل حاجة، فعارف ازاي يوجه هذه المعونات وهذا الدعم. طيب هنروح مع حضرتك للشأن الاقتصادي، تحديدا للحوار الوطني من مجلة روزا اليوسف. هنقرأ: توصيات أكثر دقة وفاعلية وأقرب إلى التنفيذ الفوري، الحوار الوطني الاقتصادي، التسعير العادل للسلع. كيف ترى مخرجات الحوار الوطني الاقتصادية حتى الآن؟ يعني المخرجات سترفع إلى السيد رئيس الجمهورية، وبالتالي كان الموضوع يعني مأخوذ بجدية شديدة. الحكومة حضرت كلها هذا الحوار الوطني المحور الاقتصادي، كانت الجلسات مغلقة، لكن بعض اللي كانوا متواجدين في هذه الاجتماعات تحدثوا عن بعض التفاصيل. احنا بنتكلم عن المحور الاقتصادي، هو محور مهم جدا، وهو يعني احنا بنتكلم على موضوع السياسة النقدية، موضوع سقف الدين، بنتكلم على موضوع يخص الموازنة العامة للدولة، دعم المواطن والحماية الاجتماعية، كلها أفكار وأطروحات ومخرجات يعني خلال جلسات استمرت حوالي أسبوع أو أربعة أيام أو أسبوع في المحور الاقتصادي، بحضور مكثف من الحكومة وأصحاب الشأن وأعضاء مجلس النواب والمتخصصين. كل هذه المخرجات سترفع إلى السيد رئيس الجمهورية ليقرر بعد ذلك بناء على هذه التوافقات أن تذهب هذه المخرجات إلى الجهات التنفيذية لتنفيذها. فالموضوع متخذ جد جدا، وكما عودنا الرئيس وكما قال الرئيس أنه في حتى في حملته الانتخابية أنه سيستمع إلى كل الآراء والأفكار والخبراء الاقتصاديين جنبا إلى جنب الحكومة للخروج من الوضع الاقتصادي المتأزم. وبالفعل أصبحت هناك حلول، وأصبح الشارع يعني أكثر تفاؤلا بالوضع الاقتصادي. حقيقي شفنا هذا الأمر في المخرجات التي صدرت عن الجلسات أو الحوار في صورته الأولى، وبالتالي متوقع أن نجد نفس الأمر في هذه النسخة بإذن الله. يعني خلاص بقى في مصداقية كبيرة زي ما حضرتك ذكرت بيتمتع بها جلسات الحوار. أيوة، الاستماع للجميع. يعني إحنا دايما نتكلم، الرئيس دايما يتكلم، إحنا الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. أنت عندك مقترح يعمل على رفعة هذه الدولة، تعال تفضل وقدمه. إحنا ممكن تختلف مع أي شيء، لكن ما تختلفش على الوطن، وبالتالي كلنا بنبتغي رفعة هذا الوطن. طيب هنروح لموضوع آخر بنتحدث فيه أو بتتحدث فيه مجلة روزا اليوسف، عنوان: 10 سنوات من دعم حقوق المرأة وتمكينها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. هذه المكتسبات التي حصلت عليها المرأة المصرية خلال السنوات الماضية كيف تقيمها يا أستاذ محمد؟ يعني خلينا نقول ان احنا سنوات في موضوع تمكين المرأة وتمكين الشباب ده كان دايما بيتقال كده للتسويق الإعلامي في أنظمة سابقة، كان دايما زي مثلا المشروعات اللي كل يوم نقول ده افتتاح مشروعات، لكن على أرض الواقع ما فيش مشروعات غير الوضع دلوقتي. احنا لا يتم الاعلان عن اي مشروع او عن افتتاحه الا وهو بيتم بالفعل، ويبقى مشروع حقيقي، وعندنا يعني الاف المشروعات وشفنا الافتتاحات وكده. تمكين المرأة، كانت المرأة حاضرة في الخطب وفي كلام السياسيين، لكن لم تكن أبدا مشاركة مثل الوضع الحالي. المرأة الآن قاضية، المرأة الآن محافظ، المرأة وزيرة، المرأة عضوة في البرلمان، المرأة تقلدت حتى في سلك القضاء كما قلنا. تمكين سياسي واقتصادي شامل، المرأة دائما مشاركة. شفنا الاحتفال بالمرأة المصرية والسيدة قريبة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي تكرم الملهمات وأوائل الخريجات وغيرهم من المتفوقات في اللعبات المختلفة. وهذا يؤكد على أن الدولة المصرية كلها دولة مصرية قاطرة تؤكد على دعم هذه المرأة. ورئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يتحدث عن دعم وتمكين المرأة المصرية حتى في إطار القوانين، حتى في إطار العمل العام. فالمرأة المصرية مقدرة، ويعني
لا أتصور أن المرأة المصرية حصلت على كل هذه الحقوق مثلما حصلت عليه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهو أمر مهم جدا، لأنه ما فيش مجتمع في العالم يقدر يتقدم من غير ما يبقى نصف هذا المجتمع أو أكثر ربما في بعض الأحيان مش واخد حقوقه. بالفعل هو مش مجرد تمكين فقط يعني، لا هو مش مجرد تمكين من أجل تمكين، لا هي تمكين فعلا أنها تستحق، والرئيس يعرف طبعاً ذلك. طبعا هننتقل مع حضرتك لأكثر حاجة بنتكلم عليها أو بيتكلم عليها الشارع المصري هذه الأيام، طبعا على الدراما الرمضانية. عشان كده هنشوف من أخبار اليوم: الحشاشين الإنتاج التاريخي الأضخم بتوقيع المتحدة. من مجلة روزا اليوسف هنقرأ هذا العنوان: مصر تنتصر في معركة الوعي. كيف ترى يا أستاذ محمد ما تقدمه الشركة المتحدة في رمضان الحالي من تنوع كبير في الأعمال مما لاحظته حتى الآن؟ قلنا ولازلنا نقول أن الشركة المتحدة عليها عبء كبير، وهو زي ما حضرتك قلت معركة الوعي، عودة الأسرة المصرية مرة تانية، الحفاظ على الهوية المصرية، وده اللي بيكون العامل المشترك في كل البرامج وكل المسلسلات والدراما اللي بتنتجها وبتقدمها الشركة المتحدة. وجبة دسمة متنوعة كما ذكرنا، وخلينا نقول انه يوميا مسلسلات الشركة المتحدة طالعة ترند على مواقع التواصل الاجتماعي. عندنا الحشاشين، انا متابع الاراء عليه، الناس بتتكلم فيه ازاي، وحتى النقد مردود عليه. يعني مثلا الناس بتتكلم على انه مسلسل تاريخي فبتتكلم على اللهجة المصرية. بالعكس اللهجة المصرية ده مقصود، لان احنا غزينا العالم باللهجة المصرية، دي قوتك النعمة يعني. كل قوة النعمة المصرية هي اللهجة المصرية. وشفنا أشقائنا في المغرب العربي وفي دول الخليج وهم حتى بيرددوا الأغاني لعبد الحليم حافظ وأم كلثوم، فدي اللي احنا فعودة اللهجة المصرية دي أفضل ما في الموضوع. وياريت ياريت الشركة المتحدة تنتج لنا المزيد من المسلسلات التاريخية والمسلسلات تعبر عن تاريخ مصر باللهجة المصرية مرارا وتكرارا. نقطة مهمة جدا ان احنا ما عندناش هذا التحدي، الحمد لله. يعني اغلب الدول العربية الناطقة بالعربية بتفهم لهجتنا طبعا. ربما ما يكونش نفس الامر مع بعض اللهجات المختلفة، وبالتالي بيضطروا للجوء الى الفصحى احيانا كي يصلوا الى وبيحبوها يعني، مش اللي هو مجرد انه بيفهمها، لا بيحبها وبيرددها، وانت انتشرت بلهجتك بلهجتك العاميه طبعا وصلت للجميع. معركه وعي كبيره جدا ومهمه جدا بتاخدها الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، سواء هذا الموسم الرمضاني او على مدار العام، ليس فقط هذا الموسم الرمضاني. كل الشكر لحضرتك على تسليط الضوء على هذه المعركه وعلى كل العناوين اللي كانت معانا يا استاذ محمد. انا اللي بشكرك جدا يا استاذ ايمن، بشكر كل الساده المشاهدين، ورمضان كريم على الجميع ان شاء الله.